بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من الموسم الرابع لبرنامج كلمتين ونص. السنة دي بنتكلم على الثورة والثوار والتمرد والمتمردين والمقاومة السلمية والمقاومة المسلحة والمقاومة السلبية والمقاومة الإيجابية، واللي بيسموهم شيوعيين واللي بيسموهم يساريين واللي بيسموهم أيديولوجيين إسلاميين. كيف تقاوم محتل وكيف تقاوم مستبد؟ خلاص الكلام. هيقولوا عليك يساري عشان انت مش مربي دقنك، واذا ربيت دقنك سبتها احتمال يقولوا عليك شيوعي زي تشيفارا، واحتمال ولا زي كاسترو، واحتمال يسموك اسلامي زي الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. في النهايه مش هتسلم من كلام الناس. احنا بنستعرض مع حضراتكم مجموعه من الشخصيات، والنهارده شخصيه اسطوريه، يعني بالمعنى ده هي أسطورية، بمعنى ان احنا يعني حصلت قبل الميلاد. سبارتاكوس. سبارتاكوس ده بقى قائد ثورة العبيد، سميه زي ما تسميه. سبارتاكوس ده راجل خيالي ممكن ما نعرفش، لكن في النهاية احنا بنسمع عنه، وده مصارع روماني مشهور كان عبد من العبيد. على فكرة العبيد والحكاية ديت والمماليك ما حصل نفس الكلام ووصلوا للحكم في مصر، يعني ده قبل حكم العسكر طبعا. كقاد يعني سبارتاكوس قاد التمرد ضد النخبة الرومانية، وكان بيرى ان العبيد من حقهم انهم يعيشوا عيشة كويسة، وانه الطبقة الارستقراطية دي، انا عاوز اديك فكرة يعني ايه ارستقراطي بس قبل ما اخوض معاك في التفاصيل، لانه المجتمع عاوز كلمة نخبة وارستقراطية. بص للمجتمع في مصر النهارده، ناس عايشة فوق، اذا يطلع عسكر، اذا يطلع مخابرات، اذا يطلع اسمه ده هو رجل اعمال حرامي، اذا يطلع عضو مش عارف ايه، دول الناس اللي عايشة اللي هم اهالي القصور واهالي الفلل والتجمعات الكبيرة العالية المقفولة، يعني ممكن تقول عليهم اهالي العاصمة الادارية الجديدة. امال ايه؟ هم دي نفس النخبة، يملك الثروة ويملك السلطة وما دونه، يعني متكحرتين بالتعبير البلدي. طبعا الروايات حول سبارتاكوس كثيرة متعددة متناقضة احيانا، لكن في النهاية هو يقال انه يوناني، وساعات تقول والله ده من الجماعة من شمال افريقيا. في روايات ومؤرخين زي بلو تارخ اليوناني قال انه والله سبارتاكوس ده اصله بربري، والشاعر الروماني فلورس وصفه بانه من المرتزقة الاغريق. المهم ان سبارتاكوس اتعلم فنون الجندية وبقى جندي قبل ما يهرب وبعدين يجيبوه ويستعبدوه، وتعلم في مدرسة في منطقة قريبة من مدينة كابوة، وكان تعلم المصارعة. يقول لك والله يروح يتعلم المصارعة والمبارزة وازاي يعني تتعامل مع اجواء غير طبيعية سواء بشرية ولا في الغابات مثلا. يعني صمم سبارتاكوس على الهروب لانه ما احتملش عيشة العبيد، وبدأ زي اي سائر في اي حتة في الدنيا يشكل مجموعات. قال لك خلاص انت معايا، انتوا معانا، انت بالصوار يا سبارتاكوس. يقول له ايوه انا معاك يا لوسيوس، انت بالصوار يا خلاص. بدأت الشرارة وبدأوا يرفضوا ويتمردوا على أسيادهم، على الأمراء والملوك والحكام، وبدأوا يحصلوا على سلاح والدروع. انت عارف زمان كانت الدروع والسهام والرماح والكلام ده كله، وطبعا السلطة الحاكمة النخبة الطبقة الأرستقراطية بدأت تنتبه للخطر. بقى قال لك ده العيال دي مش هجيبها البر بقى ولا ايه؟ يلا وزير الداخلية اشتغلوا، يا وزير الحرب اشتغلوا كده. الشباب بقيادة سبارتاكوس راحوا يطلعوا الجبال. الجبال طبعا عشان اي قوة نظامية تطلع لهم ده يعني امر مستحيل. فراحوا على جبل اسمه فيزوف، وهناك اختاروا سبارتاكوس معاه واحد تاني كان اسمه كريكسوس. كريكسوس ده برضو كان عبد اغريقي، واثنين كمان باربعة. لكن في النهاية الرواية اللي هي يعني مسنودة قوي بتاعت بلوتارخ بتقول انه والله هم اختاروا سبارتاكوس. سبارتاكوس طبعا يعني هيج الدنيا، خلى روما تتجنن،
فأرسلوا كتيبة عسكرية بقيادة واحد اسمه كلاوديوس حاصر إسبارتاكوس في المعسكر في جبل فيزوف، وحاول أنه يعتقله، وكان بيعتقد أنه والله يعني إسبارتاكوس هيسلم نفسه، لكن الحقيقة أن إسبارتاكوس ما سلمش. هنا نقطة البطولة اللي عنده، أنه ممكن يبقى العدد قليل، كان من فئة قليلة، لكن تستطيع أن أنت تنتصر. نجح إسبارتاكوس بالمجموعة الشباب اللي معاه في أن هم يغيروا على القوة المهاجمة وأنه يبيدوها عن آخرها. بعد كده برضو أرسلت حملات أخرى، أسر قادتها، قتل معظمها، يعني كر وفر وحروب، وإسبارتاكوس كان واقف على رجليه بيعلن التحدي في كل وقت وكل حين. بناء عليه والله بدأت الناس تسمع إسبارتاكوس إسبارتاكوس إسبارتاكوس، يلا نروح نبقى مع إسبارتاكوس وهكذا. والحكاية دي مهمة قوي، وعايز أقف هنا شوية بعد إذن حضراتكم عشان أقولك إن في أفغانستان لما بدأ العدوان الاحتلال الروسي لأفغانستان حصل نفس الشيء. كان في أبطال منهم شاه أحمد شاه مسعود، دي له حكاية بعدين أحكيها في كتاب. أحمد شاه مسعود أثبت أنه بطل، كانوا بيسموه أسد، أسد بنك شير، كانوا بنك شير يعني خمسة أسود، وكانوا بيسموه الأسد السادس. أقنع الناس أنه في حاجة اسمها عقيدة وأن احنا لازم نحارب المحتل. بدأوا الناس يقولوا يبعتوا عيالهم، يعني لما يبقى أسرة كبيرة كده تقولوا إيه يا أخي يا أخي، إمتى أحمد شاه مسعود يقبلك وتبقى مجاهد معاه؟ نفس الكلام حصل، الناس محتاجة ملهم، الناس محتاجة زعيم، وانسوا انه بينتفض من وسط الناس زعيم، الناس بتجري وراه والناس بتقف وراه والناس بتحييه وبتروح له. عشان كده كتير من الرعاة من العبيد اشتغلوا كمقاتلين مع إسبارتاكوس لحد ما وصل عددهم 70,000، وده رقم كبير جدا جدا جدا. استولوا من خلاله بقى بهذا الرقم على بلديات زي نواسيرا ونول وميتابينتو، ويعني مجموعة من القرى والمحليات. وقام طبعا اجتمع مجلس الشيوخ سنة 71 قبل الميلاد، وكلفوا واحد اسمه ماركوس كراسوس، وده راجل غني في يعني في روما، قالوا له بص يا باشا احنا مش هنقدر نعيش، لموا فلوس من بعضيكم واعملوا صندوق لمكافحة الإرهاب والتمرد عشان نخلص الحكاية دي. وجمعوا 40,000 واحد من الرومانيين المتدربين وبعتوهم تحت قيادة لوسيوس، وكان معاه واحد تاني اسمه كرنيليوس، ودول أعظم فرسان روما علشان يحاربوا الجماعة بتوع إسبارتاكوس وال70,000 اللي معاه. في البداية يعني إسبارتاكوس نجح إنه يصمد شوية، لكن فيما بعد انتصرت قوات الجيوش لأنه اجتمع السلاح مع المال مع الغل ضد العبيد. يعني القوات نجحت شوية بشوية إنها تعمل انتصارات على إسبارتاكوس، اللي اضطر في الآخر إنه ينسحب ويروح لأقصى الجنوب في منطقة ريجيوم، وعد على لوكانيا ودخل على ريجينيوم، ده حسب المؤرخين وخصوصا بلو ترخ. تم فرض الحصار عليهم لمدة طويلة، وبعدين اتفقوا والله انه هيحصل اتفاق، يعني بعض قواته زهقت جالها الملل سابته وهربت ناحية غرب بليتيليا. إسبارتاكوس عشان يفك الحصار اتفق مع مجموعة من القراصنة ان هم ينقلوا له حوالي 2,000 راجل من رجالته الى صقلية. طبعا القراصنة خونة، ياخد الفلوس وخد الفلوس والاتفاق، وبعدين فرطوا وسلموا القراصنة اللي هم دراعه اليمين. بعض القوات الجيش الروماني طردت هذه المجموعات وقبضت على مجموعة منهم، واضطرت مجموعات اخرى تنفصل عن إسبارتاكوس في اقاليم تانية في 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 مناطق تانية، وبدات تظهر ملامح نهايه عصر إسبارتاكوس. ولما القوى الظالمه والمستبده بتنتصر وبتشعر بنفسها ما بتعملش لا محاكم ولا بتاع، قامت صلبه الناس، صلبت لهم حوالي 6,000، قطعوهم مزقوهم كالعاده. وبعدين هيكلمك عن حقوق الانسان ويقول لك اصل لو الاسلاميين جم هيقطعوا الناس ويقيموا حد قطع الاذن زي ما سمعنا زمان. طبعا إسبارتاكوس اتقتل في سنه 69 قبل الميلاد في المعركه الاخيره
في إقليم سنتركيا اللي هو أحد الأقاليم في اليونان. الناس تقول لك لا بقى الخرافة، لا ما ماتش، ده لسه عايش، ده هربان. وتلاقيه لحد دلوقتي في ناس مصدقة ان سبارتاكوس هيطلع، زي بعض الناس اللي كانت مصدقة انه الزعماء ما بيموتوش عندنا. يقول لك جمال عبد الناصر ما ماتش، لا لم يمت. انا كنت وانا صغير اقرأ هذه المقالات، لكن سبارتاكوس مات وساب وراه تاريخ كبير جدا عن تحرير العبيد. نلتقي في حلقة جديدة من برنامج كلمتين ونص غدا ان شاء الله. Thank you.